اهلا بيكم في درس جديد من دروس السلالم بكرداتها. هناخد سلم مهم قوي النهارده، هو سلم A major. سلم A major هيكون عنده 3 علامات تحويل. يبقى احنا مثلا خدنا سلم ما عندوش علامات تحويل خالص، سلم عنده علامه تحويل واحده، سلم عنده علامتين تحويل، سلم A major عنده 3 علامات تحويل. ولازم نعرف علامات التحويل بالترتيب. علامات التحويل هتكون F و C و G. يبقى بيبدا A ينتهي A، عنده 3 علامات تحويل اللي هم الF والسي والجي. وطبعا لازم نقول علامات التحويل بالترتيب، ده حاجه مهمه جدا برضه عشان تبقى فاهم في المزيكا بشكل كويس. وطبعا زي ما اتفقنا ان كل سلم ميجر بيتفق معاه سلم ماينر في نفس كل حاجه، في نفس الكوردات، في نفس الحاجات كلها ما عدا درجه الركوز. وكان حد بيسالني يعني ايه درجه الركوز؟ يعني تفضل تلعب على السلم وفي الاخر ركزت على الاي، يبقى كده اي ميجر. لعبت على السلم وركزت على اف شارب، يبقى اسمه اف شارب ماينر. يبقى السلم اللي بيشترك مع اي ميجر هو اف شارب ماينر. هنشوف طبعا السلمين وهنشوف ايه الكوردات بتاعتهم وازاي بيشتركوا مع بعض في نفس الكوردات. دلوقتي بقى سلم A major عندنا طريقتين. طبعا الفري ستايل زي ما اتفقنا ممكن نلعب A اللي هو الفري، وبعدين B، وبعدين C، وبعدين D، E، F sharp، وبعدين بعد ال F sharp هيبقى G sharp بقى دي الجديدة، وبعدين A، فيبقى وبعدين اكمل B C، C تبقى sharp برضو، D E، F sharp، G sharp، A. فتقدر تلعب على السلم زي ما انت عايز، اقعد اجري على الفريد بورد كلها زي ما انت عايز، بس مهم تحط الثلاث علامات دول شارب، الاف شارب، السي شارب، والجي شارب. او تلعب بالبوزيشن الكلاسيك اللي هو زي الجي كده، بس هتتحرك خطوتين وتلعب بالبوزيشن ده. اللي احنا برضو قلنا عليه قبل كده. طيب الاف ماينر بقى، الاف شارب ماينر هيبقى ايه؟ هيبقى نفس الكلام بالظبط، نفس علامات التحويل. ده اللي هو الاف شارب ناتشرال، طبعا اللي هو نوع السلم الماينر ناتشرال. هو مثلا من اف شارب اهي اهو، وبعدين نفس الحاجه، واكمل برضو جي، لا جي شارب سوري، جي واي وبي سي شارب لحد الاف شارب. ده كده يبقى ماينر. يعني تعالوا بقى نشوف الكوردات بتاع السلم A major. طبعا هما الاثنين نفس الكوردات، بس مثلا لو A major هيبدا A major، لو F sharp minor هيبدا ال F sharp minor. هيبقى مثلا عندنا كورد ال A major، هتلاقي كورد D major، هتلاقي الكورد ال E major. دول الثلاثة الأساسيين في السلم ده، يبقى A major و D major و E major. هنلاقي كمان معانا B minor، وهتلاقي C sharp minor، وهتلاقي F minor. فمثلا A major اللي هو أول كورد، ودايما بيكون رابع كورد اللي هو مثلا A B C D، يبقى ده. وبيكون خامس كورد يبقى A B C D E، يبقى ده. دول اللي بيطلعوا ميجر، اللي هم الأولى والرابعة والخامسة دايما من نفس السلم. وفي مثلا التانية والتالتة والستة، التانية اللي هي بتكون A بعدها B، يبقى B minor. التالتة اللي هي C، طبعا مش هينفع ألعب C عادية، لازم ألعب C sharp. الستة اللي هيبقى A B C D E F، يبقى F sharp minor. دول الكوردات الأساسية. والكورد اللي هو دايما بيكون معاه السيفنت بتاعته بيكون رقم خمسة، اللي هو مثلا A B C D E، يبقى الإي هو اللي ممكن يتحط سيفن. يبقى دي كده كوردات A major. نشوف بقى الكوردات بتاعت F sharp minor، اللي هي نفس الكوردات بالظبط، بس الفرق بينهم هو إن هي هتبدأ F sharp minor. يبقى هيبقى F sharp minor، وهتلاقي البي ماينر، وهتلاقي السي شارب ماينر، والثلاث كوردات الميجر هم هم برضو اللي هم الاي ميجر والدي ميجر والاي ميجر. بس هنا كورد السيفنت بقى الوحيد هو اللي بيختلف، هيبقى سي شارب ماينر 7، عشان ارجع تاني الاف شارب. يبقى هي نفس الكوردات، تقدر تلعب بيهم اي ريتم زي ما انت عايز. فطبعا انا بدي بس الكوردات الاساسيه كده، وبعد كده تقدر تلعب بيهم زي ما انت عايز. يبقى كده بس خدنا الكوردات بتاعت السلم، تقدر تلعب بيهم زي ما انت عايز. يبقى طبعا لازم نحفظهم، مثلا ده اف شارب، ده بي ماينر، ده سي شارب ماينر، هتلاقي اي، هتلاقي دي، هتلاقي اي.
وتقعد بقى ايه تنقل بينهم زي ما انت عايز، هيفيدك في حاجات كتير جدا، عايز تلحن، عايز تألف مزيكا زي ما انت عايز. زي ما شفنا كده السلم طبعا يعني هو ميجر، طبعا كل السلالم بناخد دلوقتي لحد دلوقتي ميجر، ومعاها طبعا السيمي الماينر بتاعها اللي هو بيتفق معاها، بس تحس ان كل سلم ليه احساس غير التاني خالص. هو فعلا لان طبقه السلم مختلفه تماما في الصوت وفي الطريقه وفي الغنى وفي الارتجالات بتاعته، مع ان كل السلالم ميجر بس كل واحد ليه طبع مختلف خالص. طبعا ده عليه شويه اغاني مشهوره، اكتب كده في جوجل برضو مثلا songs in A major، هتلاقي حاجه مشهوره مثلا في الانجليش زي someone like you، هتلاقي my immortal، هتلاقي حاجات كتيره قوي. مش عارف في العربي عملوا منه ايه قوي، بس يعني ايه يعني جربوا، اكيد هتلاقي برضو حاجات مهمه. بس كده يعني هنحتاج نذاكر السلم شويه، ولازم نحفظ علامات التحويل كويس وكل سلم، وان شاء الله اول ما اخلص الكورس ده هعمل بقى ايه ملخص لكل السلالم مع بعض، بحيث ان برضو يبقى معاك ورقه ولا ورقتين تطبعهم يبقى معاك كل السلالم. وهشوفكوا على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من السلالم بكرة. شكراً.